تعال بقى نروح لحاجة أنا أشوفها بقى مهمة بشكل غير طبيعي. إيه هي؟ جولة رئيس الوزراء النهاردة. دكتور مصطفى مدبولي عمل جولة رائعة من وجهة نظري شديدة الأهمية إلى أبعد الحدود، ومنها الآتي. في تصريحات مهمة جدا عن دولة رئيس الوزراء، منها إيه بقى؟ قال إيه؟ قال الحكومة هتركز في الفترة اللي جاية على صناعة السيارات من خلال بدء خطوط إنتاج للشركات العالمية. ويمكن حضراتكم أكيد عارفين إحنا في عندنا مدينة كبيرة لصناعة السيارات اللي بتتعمل في شرق بورسعيد، عندي مصنع آخر للسيارات وأعتقد ده هيبقى مصنع لواحد من أهم وأشهر التوكيلات الروسية اللي هي تاريخية بالنسبة لنا إحنا كمصريين، وده اللي هيتعمل تقريبا أظن في مدينة طربول لو أنا يعني متذكر الخبر بشكل مظبوط، صح في طربول؟ أيوة. هنا ينفع أقول اسم الشركة؟ لا ينفعش أقول اسم الشركة، لسه ما أعلنوش عندنا طبعا، أول ما ينزلوا إعلان أنا هشجعكم جدا جدا. دي علاقة جيلي بقى التاريخية بهذه الشركة يعني. طيب معانا على إحنا معانا مين على التليفون يا أولاد؟ معانا على التليفون أستاذ حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة صناع السيارات. أهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. إزاي الصحة؟ برنامج الجميل جدا. الله يخليك، ده جميل بحضرتك بس والله. يعني النهاردة وجولة الدكتور مصطفى مدبولي في مصانع العاشر من رمضان والتصريحات الواضحة والمتفائلة جدا، وأتمنى أن ربنا دايما يبعت لنا التفاؤل يعني عمليا زي ما هو كمان بالتصريحات، أنه مصر هتركز على صناعة العربيات خلال الفترة القصيرة القادمة، وكنا بنتكلم على مجمع كبير لصناعة العربيات في شرق بورسعيد، أيضا مصنع شهير روسي يبدأ إن شاء الله يشتغل في مدينة طربول، عندنا بالفعل بعض الشركات اللي بدأ من بدري من سنين ماضية في تجميع العربيات بمكونات محلية أظن نسبتها حوالي 40%. لكن رأي حضرتك إيه حسين بيه في مسألة تصنيع؟ أنا عارف إن مفيش حاجة اسمها تصنيع كامل العربية في دولة ما، دائما هناك مكونات بتيجي من حتت كتير، لكن خطوات الدولة في هذا الإطار بتشوفها إزاي؟ يعني لحد دلوقتي طبعا هي حاجة جميلة جدا ان احنا سمعنا من دولة السيد رئيس مجلس الوزراء ان هيتم الاهتمام بصناعة السيارات خلال او التركيز عليها خلال الفترة القادمة، لان دايما عارفين ان هدف الحكومة جذب الاستثمارات وتوطين الصناعات بوجه عام ومنها صناعة السيارات. سيد رئيس مجلس الوزراء قال ان كانت فاتورة الاستيراد 4 مليار دولار، بس احنا مش عايزين نتناسى ان هذا القطاع الاقتصادي الكبير هو ليس قطاع ننظر اليه كقطاع مستهلك. احنا كان هذا القطاع بيعطي الدولة ضرائب وجمارك بتصل الى من 35 ل 40 مليار جنيه خلال السنوات السابقة، فالنظرة لهذا القطاع يجب ان تكون انه ليس قطاعا استهلاكيا فقط، ولكنه احد القطاعات التجارية والصناعية التي تدير عجلة الاقتصاد في الدولة ويعمل بها مئات الالاف من العاملين عمالة مباشرة او عمالة نفس هذا العدد سوف يستمر في العمل بل ويزيد لما اصنع العربيات عندي بدلا من ان انا اخلق طلب عالي على الدولار. تمام تمام. هو الفكرة ايه؟ ان احنا عندنا برضو بعض النقاط اللي هي يجب استكمالها احنا كمراقبين او محللين لقطاع السيارات او اقتصاديات السيارات. بنقول ان احنا يعني عايزين نركز خلال الفترة القادمة الاول على ان احنا نقلل اسعار السيارات الموجودة، لان في شرائح كتيرة خرجت من قرار الشراء لان الاسعار اصبحت فلكيه. صح. يبقى لازم نسمح بجزء من الفائض الدولاري لاستيراد السيارات عشان ما يتوقفش قطاع السيارات نهائيا. حته تانية مهمه جدا او ان التجار يقللوا من هوامش ارباحهم حبه. قانون الحوافز ده مهم جدا جدا جدا، اللي احنا بنسميه الاستراتيجيه الجديده لصناعه السيارات، لان ده بيساعد الحكومة وبيساعد قطاع السيارات ان هو يشجع القيمة المضافة للمكون المحلي، يعني بيشجع التصنيع المحلي، علاوة على انه بيدي حوافز على حجم الانتاج
وحجم الاستثمار وعلى الالتزام بالنظافة البيئية. صدور الاستراتيجية مهم جدا، هو القانون لم يصدر بعد، ونحن نقدر الظروف اللي هي بتمنع إصدار القانون حاليا في الفترة دي لحين الاستقرار الاقتصادي، ولكن لازم نبص لاستراتيجية صناعة السيارات أنها أهم سبب هيبقى جاذب للاستثمار في صناعة السيارات وفي صناعة المكونات. عظيم، يعني ندفع أنا آسف ندفع في اتجاه انه يبقى في عندي صناعه مكونات السيارات اللي هي يعني مجموعه من الصناعات المغذيه. تمام بالظبط، هي الصناعات المغذيه اللي هي صناعه المكونات، ودي مهمه جدا لمصانع السيارات. وحتى مصانع السيارات الجديده اللي اتكلم عليها دوله رئيس مجلس الوزراء اللي هي بيقول هتبقى في طربول او هتبقى في حركة تكرمت وقلت اللي في شرق التفريعه دي كلها لما تقوم بتعمل مصانع مغذية للسيارات، بتعمل انتاج جديد وتوطين صناعات جديدة وتشغيل عمالة اكتر، لان صناعة السيارات من الصناعات كثيفة العمالة، فهي كلها دايرة متكاملة. بس لا يمكن فصل صناعة السيارات عن تجارة السيارات. توفير السيارات بيخلي الشرائح اللي خرجت من قرار الشراء كانت شرائح السيارات تدخل مشتري السيارات الاقتصادية، دلوقتي بقت كمان شرائح مشتري السيارات المتوسطة. صحيح، بيخرجوا من قرار لان الاسعار بقت فلكية، اسعار يعني ازيد من اللازم. صحيح انخفضت الى حد كبير وانتهت ظاهرة الاوفر برايس، ولكن الاسعار الاساسية او الاصلية عشان تنزل لازم يكون في وفرة في العرض تؤدي لنزول الاسعار. دي عايزة لها مناقشة تنورنا فيها كده وناخدها واحدة واحدة، وبالارقام وبسعر الدولار وسعر الدولار الجمركي وكل الحاجات اللي زي كده. جاهزين يا باشا. يا فندم تنورنا والله بيتك، اشكرك جدا حسين بيه، كل الشكر. كل الشكر سيد حسين مصطفى الرئيس التنفيذي السابق لرابطة صناع السيارات.